ماشي حتى مليون، وراك طيح على المغاربه ود القحبه كاملين باجمعين، ود القحبه يحسن لك الشرافه، ود القحبه تحكي على المغروك نتايا، ماشي طيح ليه يحسن لك الشرافه ود القحبه، روح طيح لفرنسا لانك تلك امك ونكتك اختك ونكتك شدك وشدك وطاصل تمك ود القحبه 130 سنه ويطنيك لك في طيز امك، راك تحكي نتايا حنا وحنا. تعد رسالة إلى العالم العربي بأن الشعب الصحراوي متواجد بأرضه ومتشبث بها، وسيواصل المقاومة والصمود إلى غاية استكمال سيادته على ترابه الوطني الصحراوي. هذا واش تقول فيه الأمم المتحدة، هذا واش يقول مجلس الأمن، هذا واش يقول الاتحاد الإفريقي. وقال سي بومدين الله يرحمه أننا لم نخضع إلى أن يرث الله الأرض وما عليها للأمر الواقع. هذا ما كان. فقرا لكم. سنواصل مقاومتنا، سنواصل صمودنا، سنواصل نضالنا حتى نستلم سيادة الشعب الصحراوي على كامل ترابه، على كامل ترابه الجمهورية العربية الصحراوية. ونأمل من العالم أن يقوم بمجهود يساعد الطرف الآخر على الانصياع لإرادة السلام وإرادة التعايش في منطقة العربية والنمو المغرب على العربية، يعني ست مكونات كما يجب، وطرف صحراوي يساعد تماما. احنا نعقدوه واحنا ناس سهرانين الليل والنهار نحضر للمعركة القادمة مع العدو على مستوى جيشنا ومعنويات جيشنا مرتفعة. نعقدوه وحليفنا مؤكد ومصمم على انه دعمه للقضية الصحراوية لن يتراجع قيد انمله، لا يتم طالع في السماء اكثر من اللي نعقدوه وحليفنا مؤكد ومصمم على انه دعمه للقضية الصحراوية لن يتراجع قيد انمله، لا يتم طالع في السماء اكثر من اللي شكرا لكم. وا صاحبي راكم جاي هذا ولا ما عندي ما نقول اخويا، هذه جاتني شويه فيها كتبتي فيها شويه، اقولها بيني وبينك كل صراحه، ومتشبتا ببناء دولته المستقلة. شكون اللي حبسك اخو؟ ابني دولة ديالك اخو، ابني دولة ديالك اخو، انت احنا حبسناك يا اخي اخو، انت فتندو ابني دولتك دير اللي عجبك. شكون كان شي واحد جا عندك دق عليك باب الدار قال لك لا ما دير؟ ابني اخو دير اللي عجبك، انت فتندو في ديالك وخلينا عليه حنا في الثقة. اش بغيتي اخو؟ لا تزال يزول الرجال، لا انتم رجالة الصراحة، الرجولة جدت لعندهم في المكوية دوكف أتقدت المعلم. وأضاف رئيس الجمهورية أن العدو المغربي لا يستطيع أن يقضي على طموحاتنا. إيه العدو واش بغاكم كاع نتوما؟ نتوما ديال نتوما فتندف إيه ياك المغرب بنات بينكم وبين الحيط. إيه واش بغيتو؟ أش أخويا بغيتو المغرب هذا؟ أخويا ديال الطموحات من حقك أخويا، تمنى اللي بغيتي. واش كاين شي واحد حبسك؟ تمنى أخويا من حقك، هذاك حق شرعي، تمنى والطموحات وياك تستسلم، اياك تستسلم تتبع عبد العزيز. راه عبد العزيز تا هو كان طموحات كمشى وانت تتبع طبح تتبعو، عيش في الخيمه وسكت من اجل نيل الحريه والاستقلال. انت مستقل دابا، انت الاستقلال خصك تاخذو من الصبر اليوم، على الصبر اللي كتقلب عليك هاد الايامات. وما حنا اخو المغرب راه المغرب ما بقات كاع المغرب، راه وخليها عليك افتقار والله ما توصلك. الصبر اللي شوف انت وياه اش درتي.